السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله ندلكم بوصفة جديدة. الوصفة دي تحفة جدا جدا جدا، بمناسبة عيد الاضحى. كل سنة وحضراتكم كلكم بخير، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة نزللكم بالوصفة دي، حلوة جدا لو انت عايزة تبقى كده متألقة وحاجة مميزة كده في العيد. خدي الوصفة دي وطبقيها، من هنا ليوم العيد هتبقى زي القمر. صدقيني والله العظيم الوصفة دي تحفة 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 بجد، ما شاء الله، حلوة جدا جدا جدا. لو انت جربتيها ومشيت عليها بخيارة بس، مش هناخد الخيارة كلها كمان، بنص خيارة بس، من هنا للعيد هتبقي زي القمر. بس طبقي الوصفة دي زي ما انا همشي عليها بالظبط، وخليكي معايا من اول الفيديو لاخره، ما تفوتيش منه اي حاجة عشان تطلعي بمعلومة مفيدة بإذن الله، وتبقي مميزة كده في العيد وتبقي زي القمر. تعالى نسمي الله ونصلي على الرسول ونخش في الفيديو بتاعنا. بس قبل ما نخش في الفيديو، هطلب منكم ان انتوا لو لسه جداد تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. دلوقتي حبايب قلبي انا هاخد الخياره ديت، هبشرها كده في المبشره او في الكبه، بس انا هعملها كده في المبشره وانا قاعده اهيت. انا طبعا مش هاخدها كلها، المبشره اهيت هعملها في الناحيه دي كده، تمام؟ بسم الله. انا طبعا مش هاخدها كلها، بس صدقوني الوصفة دي حلوة جدا جدا جدا، وصفة ممتازة بجد. لا هنحتاج لنار بقى ولا لأي حاجة، احنا هنستخدمها كده واحنا قاعدين، وانتوا عارفين ان الخيار مفيد جدا للبشرة وبيفتح بشكل رهيب وحلو جدا جدا للتبييض، وكمان هنضيف عليه اضافات تانية. الوصفة دي يا جماعة لو عملتيها في قعد 6 أيام، 6 أيام، 6 أيام على العيد، لو كنتك تعمليها كل يوم مرة واحدة هتبقي زي القمر في العيد، وبشرتك هتتغير 180 درجة، وبشرتك هتفتح كده وهتبصي بشكل رهيب، هتبقي بشرتك نضرة وجميلة وبيضة وصافية كده وزي الفل. شايفين؟ أنا كده إيه؟ بس كده، مش عايزة أكتر من كده، تمام؟ أنا هعملها كده إيه؟ كل يوم هعمل حته زي دي كده، وابدا ايه هعمل بيها الوصفه بتاعتي من هنا ليوم العيد، وش تتفرجي على النتيجه بنفسك، حاجه روعه بجد كده. هجيب بقى المصفى اصفيهم واخد الميه بتاعتها. هجيب كده بوله او طبق اهو، احط عليه مصفى بالشكل ده، وانزل بالمكون بتاع الخيار بيض المفروم ده بالشكل اللي انتوا شايفينه. الوصفة دي يا جماعة جميلة جدا جدا جدا، جربوها واحكموا بنفسكم. هبدأ اصفي بالشكل ده، هاخد العصارة بس بتاعت الخيار. طيب واللي هو انا هيطلع ده انا هرميه اللي هو ده؟ لا طبعا مش هرميه، هحطه كده في حتة شاشة صغيرة كده على شكل هلال كده، وحطه تحت العين، بيخليه حلو جدا ويضيع السواد اللي تحت العين، ممتاز جدا جدا، تمام؟ مش هرميه طبعا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هصفيه كده كويس، بصوا بعد ما صفيته بقى بالشكل ده، شايفين؟ انا ليه ما رضيتش اعمله في الخلاط او الكبة؟ عشان مش عايزه فيه نقطه ميه، انا عايزاه يبقى خيار ميه، خيار خام كده ما فيهاش نقطه ميه، تمام؟ عشان تجيب لي نتيجه بسرعه، والنتيجه بتاعتها تكون ايه؟ 100% ان شاء الله، تمام؟ يبقى انا ايه خدت كده ميه نص خياره كده، فرمتها وصفيتها وخدت الميه بتاعتها، وهضيف عليها معلقه من النشا او المايونيز او المايونيزه كده، خدت كده معلقتين صغيرين يا اما معلقه كبيره، تمام؟ بصوا بقى، ولا احتاج لنار ولا لاي حاجه، تمام؟ بصوا بقى، مش عايزه اقولك الوصفه دي للبشره عامله ازاي، يعني انت ما تجربيها مش هتعملي اي وصفه تانية بجد، روعه روعه روعه. بصوا
بصي انا جاي يعني الوصفه دي كمان انا واخداها من واحد بتاع تجميل اساسا، فانا كنت عنده كده واداني الوصفه دي قال لي الوصفه دي ممتازه، فانا جيت جربتها لقيتها ممتازه فعلا، جربتها كده قبل ما اقدمها لحضراتكم لقيت نتيجتها ممتازه. انا كده حطيت حبه نشا كمان لان الفوم كان ايه سائل زياده عن اللزوم، انا عايزاه بالشكل ده كده تمام زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بقى دي ربع ليمونه مش نص ليمونه، بصوا دي ربع ليمونه، باخد منها بس كده ايه نقطتين تلاته كده بس مش عايزه اكتر من كده. صعبه؟ مش صعبه ولا مكلفه ولا اي حاجه، بجد الوصفه دي تحفه جدا جدا جدا. طب هنعملها ازاي على البشره وهي سايله خالص ميه كده؟ اقول لك انا يا ستة هتعمليها ازاي. بص حبايب قلبي البنات اللي لسه مقبلين على الزواج اللي عايزين بشرتهم تكون صافيه ونضره وجميله وعايزين يظهروا بشكل كويس ويكونوا مميزين عن زمايلهم واصحابهم، واصحابهم اول ما يشوفوهم ينبهروا كده، انا هقول لكم تستخدموا الوصفه دي ازاي وهتشوفوا النتيجه مسهله بصراحه. الوصفه ديت ممتازه ممتازه ممتازه. بص حبايب قلبي انا هاخد الوصفه ديت كده بس هنضف البشره الاول. طب هنضف البشره ازاي؟ انا هغسلها بالغسول او اي حاجه اللي انا بغسله بيها يعني غسول بقى تنظيف منظف للبشره، هغسلها كويس جدا وهجيب فوطه وبالله ميه سخنه وبجاي ايه حطها على البشره كده كده اهو وطبطب عليها كده واسيبها على البشره شويه تمام دقيقه ولا حاجه. وبعدين بعد ما خلصت نضفت البشره وعملت لها كمادات سخنه كده هاخد بقى من الوصفه بتاعتي الجميله ديت وبجاي ايه هقول لكم اهو بصوا بس طبعا على البشره على الوش وهتن اعمل بشكل دائري كده شايفين ازاي. الوصفه دي جميله جدا 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 كده وبشكل دائري بشكل دائري تمام. هندلك فيها كده ونسيبه بقى على بشرتنا 10 دقايق تمام، من 10 دقايق كده لربع ساعة تمام. لازم ننضف البشرة الأول عشان يجيب نتيجة 100% إن شاء الله ونتيجته تبقى هايلة وتبص وتحس بالفرق من أول مرة إن شاء الله تمام. بص البشرة بتشربها بسرعة إزاي شايفة؟ بصي مهما تحط الكمية البشرة بتشربها أهي تمام. هنعمل بشكل دائري كده زي ما انتوا شايفين كده اهو، شايفين البشره ما شاء الله بتشربها بشكل حلو جدا اهو، وتن دلك كده يعني دقيقتين ثلاثه كده بالشكل ده عشان تتغلغل كده جوه البشره بتاعتي وتخليها زي القشطه ان شاء الله حلوه جدا جدا. العيد يجي عليك يلاقيك زي القمر وبشرتك فيها لمعه جميله جدا واصحابك يقولوا لك انت عامله ايه او حاطه ايه، ان شاء الله مش هنحتاج للميك اب تاني ابدا ابدا بالوصفه الجميله دي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده تمام. طب كده خلاص لا هنغسلها بقى واقول لكم كمان هترطبوا البشره بايه وحاجه مفيده جدا للبشره وحاجه من بيتنا مش هنغرم ربع جنيه. طب انا كده خلصت كده وغسلت ايدي يعني انا عملت الماسك الجميل ده وسبت ربع ساعه على بشرتي وخلاص غسلت بشرتي دلوقتي. تعالوا بقى نشوف هنرطب البشره بايه ومكون من بيتنا مش هنشتري اي حاجه من بره. هنجيب حته زبده اهي بالشكل ده، ده ايه دي زبده يا جماعه بس نوع يكون جيد يعني زلاندي فيرني فير اي نوع زبده عندك بس النوع يكون جيد يعني او زبده فلاحي اي نوع زبده عندك بس المهم يكون نوع جيد تمام. وهاخده كده على بشرتي وارطب بيه تمام. بصوا انا بس عايزه اوريكم الجمال والزبده دي كمان مفيده جدا جدا للبشره ورهيبه رهيبه. الحركه دي بقى هنعملها كده ونسيبها كمان 10 دقايق على بشرتنا. بصوا حاجه روعه حاجه فوق الروعه كمان يا جماعه شايفين البشره بقت عامله ازاي. بصوا ما شاء الله
روعة، شايفين؟ وبعد ما نغسل بشرتنا بقى هتلاقوها حرير، بصوا هتلاقوها حرير، ناعمة حرير ونضرة وبيضة كده وفاتحة وجميلة. ده آخر خطوة معانا كده بزبدة. طب ما أنا ما عنديش زبدة، بس عندي الزبدة في البيت. طيب عارفين زيت الجوز الهند؟ خرافة، تحفة بجد. ثانية واحدة وأقرب. ده زيت جوز الهند، هناخد منه حبة كده لو ما عندنا الزبدة، ونستخدمه برضو ايه للترطيب بعد الماسك مباشرة، بعد ما نغسل بشرتنا من الماسك هناخد كده منه نقطتين، وبرضو ندلك بيهم كده ونقفل المسام بيها. بسم الله ما شاء الله، وريحته روعة. الزيت جوز الهند ده يا جماعة ريحته حلوة جدا جدا جدا، تمام. كمان ممكن تحطيه على جسمك بعد الشاور، بيدي ريحة جميلة جدا جدا، ممتاز بصراحة. والزبدة كمان حلوة وهايلة، أنا بحب الزبدة جدا لأن بترطب البشرة وتخليها طرية كده ونضرة وجميلة ولامعة، بتخليها شكلها حلو جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين؟ شايفين دي من دي؟ مش عارفة ظاهرة عندكم ولا ايه، على وان انا حطيت حتة هنا كده من غير ما اقصد، بس بصوا بسم الله ما شاء الله، شايفين اللمعة الجميلة دي؟ حاجة جميلة بجد. يا رب الوصفة بتاعتنا النهاردة تكون عجبتكم، والوصفة دي جربوها ممتازة ممتازة. لو انت عايزة تيجي عليك العيد دي لقيك زي القمر، جربي الوصفة دي، الوصفة دي يا جماعة فوق الخيال. تعرفين الخيار من الحاجات المهمة جدا للبشرة، مفيد جدا للبشرة، والنضارة، نضارة البشرة وترطيب البشرة، تلاقي البشرة كده مرطبة كده عاملة زي الخصاية زي ما بيقولوا، فهو حلو جدا. الماسك ده جميل جدا، ممتاز ممتاز ممتاز. فانت جربي الوصفة دي واكتبي لي في الكومنتات بعد ما تجربيها، وقولي لي هي عامله ايه معاكي ولقيتها عامله ازاي. بجد حاجه تحفه، مش هتحتاجي الميك اب تاني ولا الحاجات اللي بتضر البشره اللي كلها كيماويات وحاجات وحشه جدا. الحاجات دي يا جماعه والله بتضر البشره. عيشي بطبيعتك كده وحطي ماسكات طبيعيه واتفرجي على بشرتك وشكلك الطبيعي الجميل الجذاب الروعه جدا. يلا كده الفيديو بتاعنا النهارده يكون خلص، يا رب يكون عجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك، لو انتوا لسه معايا ما تبخليش عليا بلايك لان اللايك اللي بيرفع الفيديو. واسيبكم في رعاية الله وامنه، مع السلامة.